السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في أكاديمية تيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بداية جديدة لكل اللي بيستعدوا لامتحان البورد الأمريكي فارماكو سيرابي أبريل 2020. كل الترحيب بكم في أكاديمية تيم، وأنا ببقى سعيد جدا جدا وأنا بستقبل دفعة جديدة. بكل أمانة أنا مش أخبي عليكم، فأنا بستقبل دفعة جديدة بعتبر زي ما يكون أولادي. يمكن أنا السن 42 سنة بس بعتبرهم فعلا جزء من أسرتي اللي هيخش فعلا معايا ونبقى فعلا يد واحدة، وخلاص بيحملوني مسؤولية إني أوصلهم لبر الأمان، لأن دخولهم معايا في الأكاديمية هو ميثاق شرف ما بيني وما بينهم. إن إحنا واثقين فيك إن أنت هتكون بفضل الله تعالى طريقنا إن أنت ناخد البورد الأمريكي فارماكوثيرابي. فكل الترحيب بيكم فرد فرد، وكل الأماني الطيبة ليكم إن شاء الله. هنبدأ الكلام معانا النهاردة، بنتكلم على البورد الأمريكي. الناس جاية معانا النهاردة مشتركة في كورس اسمه البورد الأمريكي. فكبداية نعرف يعني إيه بورد. بورد يعني مجلس. فانت جاي تاخد كورس البورد الامريكي، يعني جاي تاخد الكورس اللي اعتمده المجلس بتاع المجلس الامريكي اللي هو الامريكان بورد. طب الامريكان بورد ده ظهر ازاي؟ الموضوع كله بدأ من جمعية اسمها امريكان فارماسيستس اسوسيشن، الرمز بتاعها ABHA. الجمعية دي اتأسست في القرن التسعتاشر سنة 1862 تقريبا، وهي اول جمعيه اهليه، يعني بتضم في عضويتها حوالي 62 حاليا 62 الف صيدلي بيشتغلوا في القطاعات المختلفه في مجال الصيدله في امريكا. الجمعيه ديت في سنه 1972 بدات تشوف التطور الهائل اللي حصل في المهنه، وان لازم يحصل شيفت، ضروره وجود شيفت من ان الصيدلي يكون مجرد ديسبنسر، يعمل ديسبنسنج بس للادويه ويسلمها للمريض على الكاونتر، الى ان هو يبقى بيشنت اورينتد ويبقى قريب من البيشنت ويتابع الخطط العلاجيه المختلفه الموجهه له، يعني ينتقل للكلينيكال سيتنج. ومن هنا جت فكره ان الجمعيه دي تؤسس مجلس. المجلس ده يؤهل الصيادله يكون سيرتيفاينج ايجنسي، هيئه مانحه للشهادات. الشهاده ديت لما يمنحها الشخص بموجب هذه الشهاده تعتبر ميثاق انه متخصص في تخصص معين. وبدا التفكير في انشاء هذا المجلس، ومن هنا ظهر مجلس البورد الامريكي. يبقى خلاص كل الناس اللي معايا النهارده بدات تحط النقط فوق الحروف وتعرف احنا جايين ناخد ايه؟ جايين ناخد احد تخصصات اللي اعتمدها مجلس اسمه بورد اوف فارماسي سبيشاليتيز BBS. طيب التخصصات دي هي ايه؟ هي بدات طبعا بتخصصات قليله، وصلت النهارده ل 13 تخصص. اسمائهم مكتوبه قدامكم كلها. التخصص اللي يهمنا اللي احنا النهارده كلنا جايين نبدا الكورس بتاعه اسمه فارماكوثيرابي. فارماكوثيرابي باختصار في ثلاث كلمات هو سيف ايكونوميك اند ابروبريت سيلكشن اوف دراج، ان الصيدلي يكون ايبل تو سيلكت سيف ايكونوميك ابروبريت دراج، يختار الدواء بشكل سيف للمريض ويختار الدواء المناسب جدا للمريض، وكمان فروم ذا ايكونوميك بوينت اوف فيو يكون لا يحمل اي اعباء ماليه على هذا المريض. وطبعا موضوع ايكونوميك ده موضوع كبير لدرجه ده في شابتر كامله اسمها ايكونوميكس. يبقى احنا كده خلاص عرفنا الموضوع بدايته كانت ايه والهيستوري بتاعه ايه. بدا اعداد الصيادله في التخصصات المختلفه تزيد لحد ما طبقا لاحصائيات الموقع النهارده جولاي 2019، لسه جايب لكم صوره يعني اب تو ديت، زي ما تتعودوا معانا في اكاديميه تيم دايما نجيب لكم معلومه ابديتد. الصوره ديت من الموقع النهارده جولاي 2019، الاحصائيات بتقول 72710 صيدلي في جميع التخصصات. الشكل بيبين تزايد اعداد الحاصلين على شهاده البورد الامريكي بدايه من 2002 لحد 2019. طبعا كل كلر من دول بيرمز لتخصص، اكبر عدد هتلاقيه فين؟
في اللون البرتقاني ده اللي هو مين بقى؟ بي سي بي اس، اللي هو اللقب الغالي اللي كل اللي معانا بيحلموا بيه اللي هم ياخدوه، اختصار لاربع كلمات: بورد سيرتيفايد فارماكو ثيرابي سبيشاليست. يا له من لقب يحلم به الجميع لطالما حلمنا به ونلناه بفضل الله، اخصائي في الفارماكو ثيرابي. هو ده يعتبر اكبر شير ما بين اعداد الحاصلين على البورد الامريكي. طب ليه؟ ليه التخصص ده بالذات عليه الاقبال الكبير ده؟ الموضوع ببساطه ان ده التخصص الشامل اللي بيغطي كل التخصصات. يعني اخصائي الفارماكو ثيرابي هتلاقي نفسك بتدرس حاجات في الانكولوجي، وحاجات في الامبيولاتوري، وحاجات في النيوتريشن، وحاجات تانية في النيورو والسايكاتري والنون ثيرابيوتكس والريجولاتوري. فاخصائي الفارماكو ثيرابي بيدرس توبكس مختلفه بتؤهله ان هو يكون كلينيكال فارماسيست في اي سيتنج في المستشفى. اذا اراد بقى ان هو يبقى مور ادفانسد ويتخصص في مجال اعلى، بيختار بقى تخصص تاني زي النيوتريشن والكريتيكال كير والانكولوجي والحاجات الايه التخصصات المختلفه اللي كل يوم هيئه البورد الامريكيه بتخرج لنا باعلان عن تخصص جديد مع التطور الكبير زي ما انتم شايفين في عجله العلم. طيب نشوف بقى دلوقتي السؤال اللي دايما بتساله: يا ترى يا دكتور شهاده البورد دي لها اهميه عالميه وهل هي معتمده ولا لا؟ دايما الجيل الجديد اللي هو الاجيال بقى اللي هي ايه 2010 وما بعدها يسالك السؤال ده: هي شهاده معتمده؟ كما لو كانت كلمه معتمده دي كلمه بتسبب لهم يعني احساس رهيب بالراحه النفسيه. ايوه يا سيدي الشهاده معتمده طبعا. ده انا بقول لك الجمعيه العلميه الجمعيه الامريكيه للصيادله American Pharmacist Association وبورد اوف فارماسي سبيشاليتيز. طب يا دكتور الاعتماد منين؟ اول حاجه الاعتماد من هيئه البورد الامريكيه. طب هل الهيئه دي هيئه معروفه في امريكا؟ السؤال بكل بساطه انت من حقك تعرف الشهاده اللي جايه من امريكا جايه من جهه حقيقيه ولا جهه وهميه. ازاي؟ في حاجه في كل بلد من بلادنا اسمها الملحق الثقافي الامريكي اللي هو اسمه الامدياست الامريكي. ايه وظيفه الملحق الثقافي ده في الدوله؟ وظيفه الملحق الثقافي لامريكا في مصر مثلا ان هو يشوف الشهادات اللي جايه من بلادهم هناك جايه من جهه حقيقيه ولا وهميه. ما هو ده ممثل للدوله. فانت بتاخد الشهاده لما توصل لك ان شاء الله وبتوصل للامدياست الامريكي، مكانه طبعا عندنا في مصر في القاهره واسكندريه، كل دوله طبعا بيتعرف الامدياست الامريكي ده فين، وبيدخل الامدياست الامريكي وبيقدم ورق بالشهاده اللي جايه من امريكا بيسالهم: انا عايز ختم منكم ان الشهاده دي فعلا من جهه حقيقيه مش وهميه. فبيدوا له الختم لان بياكدوا له ان الشهاده دي شهاده حقيقيه. بعد بقى ما الامدياست الامريكي يعتمدها لك من حقك تروح للخارجيه في بلادك وتعتمدها. الخارجيه بتوثق على ختم الامدياست الامريكي. خلاص يا جماعه الكلام واضح؟ يعني يا ريت تكتبوا لي واحد لو انا كلامي محدد، ولو في حد عايز يسال في الجزئيه دي ان يسال. الدكاتره الافاضل اللي موجودين معايا اكتبوا لي واحد كده لو سمحتم. فبنقول ان كده انا خلاص عرفتكم الموضوع بدا ازاي والشهاده جايه منين. طيب انا عايز بقى اشوف يا ترى لما اجي ادرس الكورس المؤهل للبورد الامريكي ابدا منين؟ دايما لما تبدا اي حاجه تبدا اي مشوار اتعود تبداه صح. طيب ايه البدايه الصح بقى للكورس الامريكي فارماكو ثيرابي؟ اكاديميه تيم. طب ليه اكاديميه تيم؟ اكاديميه تيم بدأ بقالها 6 سنين يوم 8 نوفمبر 2013. بدايه الاكاديميه ديت كان في كل بساطه في الوقت ده ما كانش في ناس كتير معاهم البورد الامريكي، وكانوا اللي بيشرحوا البورد ناس نوت بورد سيرتيفايد. وانا شخصيا عانيت من الحكايه ديت. تلقيت الكورس على يد صيادله افاضل طبعا لهم كل الاحترام، بس ما كانوش ساعتها حاصلين على البورد الامريكي. فانا تعبت جدا عشان اخد البورد ساعتها وبذلت مجهود كبير، فخدت العهد على نفسي بعد ما اخد شهاده البورد اعمل اكاديميه يكون كل اللي فيها بورد سيرتيفايد ونشتغل فعلا عشان نقدم العلم صح. فبفضل الله المجهود ده اتى ثماره، وخلال 6 سنين وصلنا ل 520 حاصل على البورد الامريكي في مختلف التخصصات اللي بيقدمها الاكاديميه عندنا: فارماكو ثيرابي ونيوتريشن وكريتيكال كير وانفكشنز. فده كله ان شاء الله
انتوا تكونوا بعد كده في ارقام متزايده في الاكاديميه. وده اللي وصل الاكاديميه ان هي تبقى 10 نجوم. وفي ناس كتير بيسالوا يعني ايه 10 نجوم؟ احنا عندنا كل 50 ناجح بنرمز لهم بنجمه، فبما ان عدد الناجحين عندنا 520 فاحنا بفضل الله 10 نجوم، يعني 500 ناجح والنجمه ال 11 فاضل عليها 30 ناجح، انتوا ان شاء الله تكونوا النجمه ال 11. طيب قوام الاكاديميه ايه؟ مين هم الاستاف في الاكاديميه اللي هيشرحه الكورس؟ دكتور هشام عوني مدير الاكاديميه، حاصل على شهاده البورد الامريكي فارماكو سيرابي وشهاده الفارم دي، وتمت معادله شهاده البورد الامريكي بماجستير الصيدله الاكلينيكيه، وكمان شهاده بدراسه الاحصاء الحيوي من جامعه هارفارد، وشهاده باداره الوقت من جامعه كاليفورنيا. دكتور ايمن غازي حاصل على شهاده البورد الامريكي في تخصص الفارماكوثيرابي، وحاصل كمان على دبلومه التحاليل الطبيه، وحاليا بيدرس الفارم دي، وان شاء الله قريبا يحصل على الشهاده. طيب يا ترى امتحان البورد الامريكي بيتعمل كم مره في السنه؟ طبعا انتوا داخلين الامتحان المؤهل لامتحان ابريل 2020 فانتوا اكيد عندكم فكره، بس برضو يعني فور مور ستريسنج على النقطه دي، الامتحان بيتعمل مرتين في السنه، مره في ابريل، وهم بيسموه سبرينج اكزام، يعني احنا بنسميه امتحان ابريل لكن هو في الحقيقه في امريكا ما اسموش كده، اسمه سبرينج اكزام. والفتره بتاعته بيبقى في ويندو كده من يوم 20/4 او 22/4 الى 10/5، فالموقع بيعلن قبل الامتحان باربع شهور تقريبا في شهر يناير، بيقول ان يوم كذا هنفتح باب التقديم للامتحان، غالبا بيكون يوم 8 يناير. طبعا احنا الحكايه ديت ما تقلقوش منها خالص، ما تشغلوش بالكم بيها، الاكاديميه عندنا بتتابع التواريخ دي والاعلانات وبتقول لكم عليها اول باول على طول، فانتوا ركزوا في المذاكره، انتوا مهمتكم بس تذاكروا بس، ما لكوش علاقه باي حاجه تانيه، اي تواريخ واي اشعارات احنا بنوصلها لكم، بنقول لكم يا جماعه تم فتح باب التقديم للامتحان. السنتر بيقوم بمساعدة الدارسين للتسجيل خطوة بخطوة، خطوات التسجيل للامتحان هنعملها لكم كلها من الألف للياء. رسوم الامتحان $600 والسداد من خلال الفيزا، واللي معهوش فيزا احنا كمان بنقدم له خدمة توفير فيزا وسداد المبلغ من خلال الفيزا بتاعتنا. طب الامتحان بيكون فين؟ الامتحان مش اونلاين، الامتحان بيبقى قاعة. قاعة فين بقى؟ كل دولة بيبقى في أماكن لها، في مصر مثلا ممكن الأماكن حتى الآن في المنصورة والقاهرة واسكندرية، طب فين في المدن دي؟ البورد بيعلن كل مرة عن المكان بتاعها، كل سنة بيختلف. شوف واحد بيقول لي مثلا فين في الرياض؟ في الرياض برضو أنا معرفش، يعني كل مرة كل سنة أنا لسه بجاوب على السؤال يا دكتورة سارة، كل سنة الوضع بيتغير، فالإعلان بيتم أنيوالي او ان صح التعبير باي انيوالي، قبل كل امتحان يقولوا يا جماعه السنه دي في الرياض في كذا، ممكن السنه الجايه المكان في الرياض يختلف. فهمتني يا دكتور؟ السنه اللي فاتت مثلا كان الامتحان في المنصوره والقاهره واسكندريه في اماكن محدده، السنه دي في امتحان سبتمبر ده في القاهره بس، وهكذا. في السعوديه في الرياض وجده، في السعوديه طبعا اكيد يعني العاصمه لازم يكون فيها، بس هو الخلاف بيكون فين بقى؟ وطبعا جده باعتبار ان جده مدينه كبيره في السعوديه بيبقى فيها طبعا امتحان، لكن الدمام حسب الظروف، ما هم ساعتها بيقيموا الوضع وبيقولوا السنه دي في امتحان في الدمام او لا. في مثلا في الامارات في دبي وابو ظبي، ومثلا في قطر في الدوحه، في الكويت في الكويت العاصمه، وهكذا. فالاماكن يا جماعه طبعا والاكاديميه عندنا مسؤوله ان هي تقول لك تختار لك مكان الامتحان حسب رغبتك طبعا، وبتقول لك المكان فين بالظبط، وبتجيب لك لحد عندك البي دي اف اللي فيها مكان الامتحان والساعه كام وكل حاجه. طيب طب يا ترى بقى ايه الورق اللي انتوا عايزينه عشان تقدموا الامتحان؟ عشان الناس اللي بتحب تجهز ورقها بدري، انا مطلوب منك شهاده البكالوريوس اللي انت واخدها من الكليه في صورتين، صوره هارد كوبي، كلمه هارد كوبي يا جماعه يعني ورقه امسكها في ايدي كده، الورقه ديت لو هي معاك ترجمها، محدش يقول لي بقى اروح اطلع شهاده رسميه مترجمه، لا روح ترجمها. طب الترجمه فين؟ يفضل يكون في مكتب ترجمه معتمد، لكن ممكن تترجمها في اي مكتب، المهم يبقى معاك نسخه ورقيه مترجمه. بعد كده بتعمل منها سوفت كوبي، كلمه سوفت كوبي بتتوجه لمكتب كمبيوتر او كده، بيعمل لك سكانر للورقه دي وبيطلعها لك في صوره على فلاشه، هي دي مقصود بكلمه سوفت كوبي. يبقى انا كده عايز هارد كوبي من الشهاده، عايز سوفت كوبي كمان من الشهاده، يبقى الشهاده هارد وسوفت، الترخيص سوفت بس مترجم،
الترخيص سوفت بس ومترجم، مش عايز منه هارد. في بقى وثيقة ثالثة اسمها ايه؟ Official Graduation Documentation Submission Form. ايه بقى الوثيقة المكلكعة دي؟ مالكش دعوة. الوثيقة دي PDF انا هبعتها لك عندي جاهزة. كل ما عليك انك تستقبلها وتعملها برنت وتملاها بخط ايدك، فيها كده ايه؟ اسمك وايميلك وموبايلك واقرار منك ان انت داخل الامتحان. طيب ايه كمان؟ مطلوب شهادة خبرة. شهادة الخبرة دي ورقة هارد كوبي ولا سوفت كوبي برضو زي الباقيين؟ لا سوفت كوبي. طب هتجيبها منين؟ هتجيبها من مكان شغلك. طب لو مكان شغلك مش هيديها لك قول لي وانا هتصرف، انا هتصرف معاك، انا هعرف اوفرها لك. خلاص. طيب مطلوب ايه كمان عشان اسجلك الامتحان؟ اسمك بالكامل، موبايلك، تليفونك الارضي، تاريخ الميلاد، عنوانك اللي انت عايز يوصل لك عليه الشهادة ان شاء الله بعد النجاح، لان هيبعتوا لك الشهادة على العنوان بتاعك، ومكان العمل بتاعك. الامور كلها واضحه كده؟ اكتب واحد بقى لو الامور واضحه. طبعا في فيديو خاص كامل بخطوات التسجيل للامتحان، اللي حابب يسجل لوحده احنا بننزله لكل الناس من الالف للياء. خلاص يا جماعه، يبقى انا كده فهمتكم البورد ظهر ازاي، ايه هي التخصصات، ايه هي ميعاد الامتحان، ايه المطلوب للامتحان، الورق المطلوب، الاكاديميه هي اللي بتعمل لك كل الخطوات دي. طيب نروح بقى لايه؟ للكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا يا جماعة عبارة عن كتاب الـ ACCP الـ American College of Clinical Pharmacy، بيسموه كتاب البورد. هي التسمية دي غلط، البورد ملوش كتاب. البورد بيعلن على موقعه بكل أمانة إن في كونتنت معين، الكونتنت ده مطلوب إن اللي عايز يخش الامتحان يذاكره، بيقول أسماء توبكس عشان أنت تروح تذاكر التوبكس دي من أي مكان، ما بيلزمكش بمكان معين من اي كتاب. المهم يوم الامتحان لما تيجي بما انك ذاكرت تجتاز الامتحان، بس طبعا الموضوع كده بقى صعب. فعشان يسهل شويه على الناس قال لهم انا بنصحكم بكتابين. كتاب في كليه اسمها الاي سي سي بي الامريكان كوليدج اوف كلينيكال فارماسي عاملاه، وفي كتاب الاشب اللي هو الامريكان سوسايتي اوف هيلث سيستم فارماسيست منزلاه. احنا شخصيا وكل الناس بيذاكروا من الكتاب اللي هو الاي سي سي بي لانه اسهل بكتير، وايه هو اكتر كتاب بيبقى اقرب للامتحان. فاحنا شارين الكتاب ده وموفرينه في اي وهنرفعه سوفت كوبي لكل الناس، واللي عايز هارد كوبي يقول لي وانا اوصله له لحد المكان بتاعه طبعا برسوم خاصه بعد حساب رسوم الطباعه والتوصيل. طيب الكتاب ده بيتالف من ايه؟ بيتالف من جزئين، جزء اسمه ثيرابيوتكس وجزء اسمه نون ثيرابيوتكس. برضو التسمية دي مش تسمية رسمية، مفيش حاجة اسمها ثيرابيوتكس وحاجة اسمها نون ثيرابيوتكس، احنا كده العرب سميناها كده باعتبار ان في شابترز معينة بتتكلم عن الامراض وعلاجها والجايد لاينز بتاعتها، فالعرب احنا سميناها ثيرابيوتكس، لكن انت مش هتفتح الكتاب تلاقي حاجة اسمها ثيرابيوتكس، لا مفيش حاجة اسمها كده. ده ال 18 شابتر دول بما ان هم ريليتد للامراض وعلاجهم مسمينها ثيرابيوتكس، والباقيين اللي هم كام شابتر؟ تسعه، احنا مسمينهم نون ثيرابيوتكس باعتبارها اجزاء غير علاجيه، بتتكلم عن الابحاث والمعلومات والتواصل والمش عارف ايه، الحاجات اللي هي ايه؟ ملهاش علاقه بالامراض، فاحنا ايه؟ فالتسميه دي كده واضحه. حسب اعلان هيئه البورد الامريكيه بيقول ان الامتحان بتاعي 175 سؤال. 55% منهم اجزاء علاجيه. و45% اجزاء غير علاجيه. طيب ايه هي الاجزاء العلاجيه يا بورد؟ الاجزاء العلاجيه اللي هي 55% كارديولوجي، بالمونري اميونايزيشن، بيدياتريكس، اندوكراين، كريتيكال كير، نيورولوجي، سايكاتري، نيفرولوجي، اتش اي في، فلويد، جي اي تي، مان اند وومن، جيرياتريكس، انفكشنز، اونكولوجي، كاينيتكس، انتي كواجولانس، واكسترا توبكس. ايه الاكسترا توبكس دي؟ دي شابتر مش موجوده في الكتاب، لكن طوال امتحانات البورد السابقه البورد كان بيجيب اسئله مش ملهاش مصدر في الكتاب، يعني ما فيش ولا شابتر من دول مغطي الاجزاء دي. فاحنا اكاديميه تيم بننفرد ان احنا مجمعين الاجزاء دي في مكان واحد ومسميينها شابتر الاكسترا توبكس، فدي شابتر ملهاش اسم في الكتاب، دي شابتر فورميوليتد من خلال اكاديميه تيم. طيب الانتي كواجولانس دي شابتر اول مره تنزل في كتاب 2019، ما كانتش موجوده في الكتاب القديم، يعني لسه نازله يا دوبك من شهرين. فالاجزاء دي كلها عليها كام؟ عليها 55%. طب الاجزاء الغير علاجيه بقى، الاجزاء الغير علاجيه عليها 45، منها 25 على 3 شابتر،
ستادي ديزاين وبايو ستاتستكس ودراج انفورميشن، و15% على شابترين ريجيوراتوري وايكونومكس. برضو الايكونومكس انا عايز اتكلم عليه شويه. في 2018 الشابتر ديت كانت موجوده في الكتاب اسمها ايكونومكس، شالوها من كتاب الاي سي سي بي، لكن لا زالت هيئه البورد الامريكيه في الامتحان بتاعها بتذكر اسئله عليها، وعشان كده اكاديميه تيم لا زالت ملتزمه بوضع شابتر الايكونومكس ضمن الخطه التدريسيه لطلاب الاكاديميه. فانت برضو لو مسكت كتاب 2019 مش هتلاقي الشابتر دي، لكن هنقدمها لك كشابتر عاديه جدا، لها جدول ولها نظام دراسي زيها زي اي شابتر. الاثنين دول عليهم 15%، الاربعه دول عليهم 5% اللي هم مين؟ education communication clinical pharmacy pharmacy practice. طب يا دكتور انت ليه بتقول لنا التقسيمه دي؟ اقول لكم ليه بقى. انا طبعا انا فاهم ان في ناس كتير اكيد فاهمين الكلام بتاعي، واكيد المغزى من شرحي وصل لهم، لكن برضو احب انور الطريق اللي ما خدش باله. عايز اقول لك ما تهتمش قوي بالاجزاء العلاجيه على حساب الاجزاء غير العلاجيه. دائما وابدا احنا طبيعتنا كطلبه عرب لما بنخش البورد الامريكي بنبقى معجبين قوي بكلمه مرض وعلاجه وجايد لاينز، ونقعد نسيب كل الكتاب ونمسك امراض الكارديولوجي، بنحلم باليوم اللي هنمسك فيه شابتر الكارديولوجي ونبدا نذاكر امراض الهارت فيلير والمايوكارديال انفاركشن وايه هي احدث الجايد لاينز في علاجهم، عشان نروح المستشفى ونتكلم مع دكاتره زمايلنا ونخش قسم ونخش السي سي يو والاي سي يو، ونقعد نتكلم مع اطباء القلب ونقول لهم لا يا دكتور اللي انت عملته ده غلط، ده حلم حياتنا كلنا، ده احدث الجايد لاين بتقول ان احنا لازم نعمل كده. ما ننكرش دي حاجه ما حدش ينكرها. فللاسف اللي بيتعمق في الحكايه ديت بينسى ان كل دول عليهم 55%، والباقيين التسع شابتر عليهم 45. اوعى تنسى السلايد دي، اوعى تنسى في يوم من الايام وتتبحر في السيرابيوتكس على حساب النون سيرابيوتكس. اعطي كل حاجه حقها. النون سيرابيوتكس يا جماعه هي الباك بون في باسنج البي بي اس اكزام بكل امان. هيئه البورد الامريكيه بتعلن ان 45% من الامتحان نون سيرابيوتكس، ده اعلان، لكن في الحقيقه اللي دخلوا الامتحان فعلا بيلاقوا النسبه اكبر من كده. النسب الاسئله بتعدي ال 45%. تعالى بقى نشوف الجدول بتاعنا ايه. الجدول بتاعنا هيبدا يوم 4/8. طب النهارده 1/8، 1/8 و2/8 و3/8، انا سايبهم فرصه ليكم ان الناس تخش تعرف كيفيه حضور المحاضرات وكيفيه تشغيل الفيديوهات، وكل واحد بيحتاج سيريال نمبر والكلام ده كله. فالجدول ده لما تيجي تقراه ازاي؟ الجنب الشمال ده بيقول لك تاريخ بدايه كل شابتر من 4/8 ل9/8. يعني ايه يا دكتور؟ يعني المدة من يوم 4/8 ليوم 9/8 مخصصة لشرح شابتر البيدياتريكس، 6 أيام اهو. طب المدة من 16 ل11 كام؟ ل11 9 من 16 ل11 8 ديت، تمام؟ من 16 ل11 8 دي جزء ايه؟ 25 يوم لستادي ديزاين وبايو ستاتستكس، وهكذا. كل شابتر المده اللي على الشمال ديت هي التاريخ بتاعها، واللي على اليمين اللي هو المده المخصصه ليها. طيب هو انا لما اخش الجروب هعمل ايه؟ اول خطوه بتعملها اللي انا ببعتها لكم كلها في الشات، سيب كل حاجه، مالكش دعوه بالجدول ولا ليك علاقه باي حاجه، عايزك تروح للملفات اللي على اللي في الجروب. كلمه اسمها فايلز، ونصيحه مني افتح الحاجات دي من الموبايل، من اللابتوب او الكمبيوتر وليس الموبايل، ماشي؟ ادخل من الكمبيوتر بتاعك، ادخل من اللابتوب، وافتح الفايلز الملفات اللي موجوده في الجروب، وهتلاقي هناك دوكيومنت اسمها كيفيه حضور المحاضرات اونلاين، ودوكيومنت ثانيه اسمها تشغيل المحاضرات المسجله على اللابتوب. سيب كل اللي في ايدك ارجوك ارجوك ارجوك، واقرا الاثنين دول بكل عنايه ودقه. ليه؟ هيوفر عليك حاجات كتير. بدل ما تقعد تسال هو انا هحضر ازاي؟ هو انا هشغل التسجيلات ازاي؟ الدوكيومنت دي موجود فيها شرح كامل، فيديو وكتابه لكل شيء من فروم اي تو زد. خلاص قريت الاثنين دول، لو انت قريتهم فعلا وفهمتهم هلاقيك طالب مني السيريال نمبر عشان تدخله. طيب يا ترى هنسيبك لوحدك برضو رغم ان احنا شارحين بدقه كده؟ لا، في برضو مهندسه موجوده في الاكاديميه
والرابط بتاعها الاكونت الفيسبوك اكونت بتاعها موجود في الدوكيومنت دي، تقدر تتواصل معاها. التواصل معاها ازاي؟ عن طريق الفيسبوك ماسنجر رساله، وفي وقت مخصص احنا بنعلن عنه، يعني بنقول لك ان الدعم الفني بيشتغل من الساعه كذا للساعه كذا. فطبعا رجاء من الجميع لما تبعت لها رساله تراعي ان الوقت ده هو الوقت وقت شغلها، ما تبعتهاش رساله مثلا 6 الصبح وتقول لي مش هترد ما ردتش عليا. ابعت لها رساله في وقت عملها وانتظر شويه لحد ما ترد عليك. ماشي؟ طيب انا كده خلاص عرفت هحضر محاضرات اونلاين ازاي، وبعد ما احضر محاضرات اونلاين هيكون في تسجيلات هتنزل على صفحه الجروب هحضرها. انا كده خلاص فهمت وطلبت من الدكتور هشام سيريال نمبر ودخلته والبرنامج اشتغل معايا. السؤال بقى دلوقتي، هو انا هعرف ازاي يا دكتور مواعيد المحاضرات؟ هتخش على صفحه الجروب تاني من الموبايل من اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، هتلاقي بوست موجود ان النهارده ان في شابتر اسمها بيدياتريكس المده المخصصه ليها من 4 ل 9 8، بنك الاسئله بتاعها هيكون لايف. امال فين الشرح؟ الشرح والفوكس بوينت اوتوماتيك هتلاقيهم مرفوعين في لينك المحاضرات. ايه بقى اوتوماتيك دي؟ بص لما تروح برضو للملفات هتلاقي دوكيومنت جنب اللي انت شفتهم قبل كده اسمها ليكتشرز، افتح هتلاقي رابط، افتح الرابط هتلاقي اسم الشابتر اللي احنا بندرسه اللي هو مين؟ بيدياتريكس. طبعا بعد ما ناخد شابتر تاني هتلاقي مكتوب 2 3 4 5. طيب في واحد، في ناس ساعات يقولوا لي احنا مش شايفين اسماء الشباتر دي. بكل بساطه في على اليمين علامه كده فيها 6 مربعات كده جنب بعض، العلامه دي لو مش موجوده عندك غيرها، يعني هتلاقيها شكل تاني، اضغط عليها. العرض هيتم، عرض الملفات هيتم تحت بعضيها، لان في ساعات عرض عند بعض الناس بيتم بشكل ايه مختلف شويه، فده بيسبب لهم ان هم مش شايفين اسماء الشابترز. فتاكد ان العلامه دي 6 مربعات جنب بعض محطوطين كده في صوره مستطيل، العلامه دي موجوده، ساعتها هتشوف ان الشابترز مترتبه كده. بيدياتريكس، افتح البيدياتريكس هتلاقي ايه؟ هتلاقي جواها الشرح والفوكس وكل حاجه. حمل الشرح والفوكس واستنى ميعاد المحاضره اللي قلت لك عليها اللي هي الكويشن بانك. طيب الكويشن بانك دي هتبقى ايه؟ هتبقى لايف، يبقى الشرح والفوكس هينزلوا ريكوردد على صفحه الجروب عشان نوفر عليك من اول دقيقه انك انت تستفيد تماما بالمذاكره. ما ينفعش مثلا اقول لك ايه؟ انا هشرح لك يوم 4 وبعد ما اشرح لك هرفع لك التسجيل، ده هيضيع وقتك. ليه؟ احنا في مراجعه مكثفه. انت مطلوب منك من اول دقيقه تكون الريكوردز معاك وتذاكرها، يبقى من اول دقيقه يوم 4 8 هتحمل التسجيلات وتذاكرها، ويوم الجمعه 9 8 الساعه 9 مساء هتبقى خلاص مذاكر وكل حاجه تمام. واي سؤال قابلك وانت مش عارفه هتكتبه لي. طب هتكتبه لي فين؟ هتكتبه لي في، هتلاقي دوكيومنت موجوده باسم الشابتر. شوف البيدياتريكس هتلاقي على صفحه الجروب دوكيومنت اسمها بيدياتريكس. انت سمعت الشرح والفوكس مسجل وعايز تسال اسئله، وانا خلاص داخل محاضره بنك الاسئله، اكتب لي السؤال اللي انت عايزه بدل ما تبعت لي في الشات وانا ايه وانا ما اقدرش، وانا مثلا يضيع مني الشات وانسى اسجل او حاجه. لا، ان كل حاجه منظمه عندنا في الاكاديميه. ادخل على الدوكيومنت واكتب سؤالك تحت الدوكيومنت دي، وانا طبعا هتابع الدوكيومنت دي اول باول بحيث اجمع الاسئله، ويوم محاضره بنك الاسئله ان شاء الله هبدا المحاضره بتاعتي ان اقول دكتور فلان بيسال في كذا ودكتوره فلانه بتقول كذا والاجابه عليها كذا. طب محاضره بنك الاسئله دي نظامها ايه؟ محاضره بنك الاسئله دي يا سيدي عباره عن ما يلي: حل جميع اسئله الكتاب كامله، حل حاجه اسمها تريننج كويشنز اسئله تدريبيه، حل بعض اسئله الامتحانات السابقه عشان اكسبك مهاره حل الاسئله من اول يوم. انا يبقى انا كده متدرج في مستوى اسئله الشابتر. طب في الاخر انت كاتب لي يا دكتور ايفالويشن اكزام، ايه حكايه الامتحان التقييمي ده؟ ما انا لازم اعرف المجهود اللي انا عملته معاك اتى ثماره ولا لا. الامتحان التقييمي يا سيدي هيتم ازاي؟ هتلاقي يوم الامتحان في الميعاد بتاعه هتلاقي المهندسه الدعم الفني رافعه لك على صفحه الجروب ملف مضغوط. هتفك الضغط بتاع الملف المضغوط، هتلاقي جوه الملف او جوه الفولدر ملفين، ملف اسئله وملف اسمه انسر شيت. هتكتب اسمك وتبدا تكتب الاجابات وتقفل الملف، تعمل له سيف
وتبعده وتبعته لمهندسه، مهندسه رشا يونس، مهندسه الدعم الفني، طبعا في الشات بتاعها. هو انا عامل لك شات في الشات ده، طبعا في اللابتوب ده مش الموبايل، ما ينفعش تفتح امتحان من الموبايل لان الملف متشفر. وتختار العلامه دي، علامه الاتاتش، وتيجي عامل اتاتش لملف الاجابات طبعا اللي انت كتبت فيه اجاباتك، وسيف تحت. طبعا هي معاها الاجابات هتصحح وتعلن النتيجه ونشوف كل واحد جاب ايه. طيب انا لا زلت اؤكد ان امتحان البورد الامريكي بيشكل 45% لانس ربيوتكس، لكن الواقع ان الاسئله اكبر من كده. وعايز اقول لكم ان جزء كبير بفضل الله سبحانه وتعالى من نتيجه اكاديميه تيم وتفوقها على باقي الاماكن هو التميز في شرح جزء النانس رابيوتكس اللي فيه طلبه كتير بيعانوا منه. فانا برضو لا زلت اؤكد لك من اول يوم، نانس رابيوتكس، نانس رابيوتكس، نانس رابيوتكس. طيب عايز اقول لك برضو ان الاكاديميه عندنا بتقدم محاضرتين اكسترا توبكس، واحده منهم للسيرابيوتكس وواحده منهم للنانس رابيوتكس. لو انت شفت الجدول هتلاقي في حاجه اسمها تورنيدو. ايه تورنيدو ده؟ بعد ما نخلص شرح، ارجع للجدول كده ثواني، بعد ما بتخلص شرح كل الشابترز بتلاقي في حاجه اسمها بص تورنيدو. انا برضو عايز اقول لكم ان في امتحان تقييمي لونج ايفالويشن اكزام بعد كل مجموعه شابترز. شوف بعد الشابتر السايكاتري همتحنك على كل اللي فات. عشان ايه؟ عشان اتاكد ان انت مذاكر اول باول، مش بس ذاكرت البيدياتريكس ونسيتها، لا. بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 هعمل لك امتحان على الثمانيه دول عشان ايه؟ تضطر تذاكر وتجاوب عليهم. طب بعد المجموعه دي كمان هعمل امتحان على المجموعه دي. طب بعد المجموعه الثالثه هعمل امتحان على كله بقى. على 175 سؤال، امتحان اقرب ما يكون للبورد الامريكي عشان اعيشك تجربه حقيقيه. هتلاقي تحت حاجه اسمها العاصفه تورنيدو، هتبدا يوم 18/3. ده معسكر بدخلك فيه بنعمل استرس على اهم نقط الشابتر. يعني رغم ان انا كل شابتر قلت لك فيها الشرح والفوكس، عايز بقى اقول لك المعلومه فوكس، الفوكس بقى عصير العصير بقوله لك في المحاضره، وكمان جميع اسئله الامتحانات السابقه في التوبيك ده. يبقى اعتقد بقى كده خلاص احنا كده وصلنا للفول اكسلنس. طيب بسلمك كتابين، كتاب بيكون فيه جميع اسئله السيرابيوتكس وجميع اسئله النانس سيرابيوتكس، حوالي 2000 سؤال سيرابيوتكس و1000 سؤال نانس سيرابيوتكس. وبسلمك كمان حاجه اسمها سيميوليتور. ايه بقى السيميوليتور ده؟ امتحان البورد الامريكي بيكون امتحان على لابتوب، يعني لما بتروح القاعه هناك ما بيديكش ورقه وقلم، ده بيديك لابتوب وبيسلمك برنامج كده بتفتحه بتلاقي فيه اسئله. فالبرنامج اللي احنا عاملينه فيه كل الاوبشنز اللي موجوده في الامتحان ده، اكنك بالظبط في امتحان البورد، نفس الشاشه ونفس الاختيارات، وازاي تعمل وازاي تستخدم اله حاسبه، وازاي تجاوب السؤال وترجع تصححه وهكذا. فانا بعيشك تجربه حقيقيه عشان اخليك تتغلب على اي مخاوف ممكن تكون في نفسيتك تجاه هذا الامتحان. ما تكونش ايه بتاخد التجربه دي لاول مره. طيب عايز اقول لك دونت جيف اب. ليه دونت جيف اب؟ كلكم بادئين الكورس بحماس شديد، انا مقدر كده تماما. والماستر دائما بيقول لك الغربال الجديد له شده، الناس تبدا الكورس في حماس وشده زي اول يوم في المدرسه، انزل يا بابا هات لنا الكشاكيل وهنكتب اسمائنا وهنذاكر من اول يوم. اسبوع والتاني وتلاقي الناس هديت وتلاقي الامور بدات ايه، العيد داخل والعيال مش عارف العيال بيذاكروا وبابا جاي من الشغل، وفجاه تجيني رساله دكتور انا متاخره اعمل ايه؟ دكتور هو انا ممكن ااجل امتحان سبتمبر 2020؟ في الواقع يا جماعه التجربه اثبتت ان اللي بيمشي في المسار ده دايما بيفضل ياجل ياجل ياجل، لانك عمرك ما هتكون مش مضغوط. في كلمه سمعتها مره بيقول لك لو انت بتذاكر حسب مزاجك، لو انت من النوع ابو كيفه اللي ما بتذاكرش الا لما يكون مزاجك رايق، ابشر عمرك ما هتذاكر وعمرك ما هتحقق اي نجاح، لان في الواقع عمر ما مزاجك هيبقى رايق في ظل الضغوط اللي احنا عايشينها في الحياه دي. فعشان كده بقول لك دونت جيف اب، لا تستسلم لاي شيء. هتمر علينا ايام، احنا هنبدا من شهر 8 اهو لحد شهر نهايه ابريل، يعني احنا مع بعض كام شهر؟ 5 شهور و4 9. مرحله ضغط شديده
هتلاقي الدنيا ضاقت عليك وظروف اتكركبت فوق دماغك والشبات اتراكمت عليك. واجه موقفك واصحى وفوق، وافتكر حاجة واحدة، افتكر ان انت عايز تاخد البورد الامريكي عشان تلتحق بركاب الحاصلين على هذه الشهادة الغالية. افتكر دايما ان الصيادلة اللي واقفين على الرصيف النهاردة في مصر عدوا 250 الف صيدلي، وفي قطر جاي في وظائف فاضية. القطر ده اولى مكيف وتانية مكيف، وفي تذاكر تانية مميزة، وفي تذاكر تالتة عادية. يا ترى انت نفسك تكون فين؟ نفسك تاخد تذكرة تقعد في اولى مكيف في الروقان هناك، ولا كفاية عليك التانية المكيفة بشهادة اخرى اقل شوية، ولا ترتضي انك تكون مع كل الصيادلة اللي هيقعدوا في الدرجة التالتة؟ وطبعا انت عارف يعني ايه درجة تالتة، وعارف الزنقة اللي فيها، وعارف ان انت ممكن تكون واقف على باب القطر، وممكن كمان حد يزقك والقطر ماشي. خليك حريص ان انت تاخد شهادة البورد عشان تكون في الاولى المكيفة. ضيعش وقت، تيم 10 نجوم، انت ممكن ان شاء الله تبقى معانا في النجمة ال11. لو ما لسه ما اشتركتش معانا في مراجعة مكثفة، قدامك لسه فرصة. 010-642-00742، الرقم ده عليه موبايل وواتساب وكمان ايمو. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.